الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، نشرة أخبار جديدة من عاصمة الخبر، نبدأها بأبرز العناوين. كييف تتحدث عن شن القوات الروسية 500 عملية قصف و50 عملية اقتحام يومياً في بخمود. الصين تجري مناورات صاروخية في إقليم تشينجيانغ الغربي. وكوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً جديداً يعمل بالوقود الصلب. البداية مع تطورات الأزمة الأوكرانية. ذكر مسؤولون أوكرانيون أن الجيش الروسي واصل شن هجمات عنيفة على مدينة باخموت مع استمرار القصف على خيرسون. وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن الجبهة الشرقية شهدت قتالا عنيفا وأن القوات الأوكرانية تتصدت للهجمات الروسية. وكشفت عن أن القوات الروسية تنفذ يوميا من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف في باخموت. من جانبه قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات فاغنر توصل عمليات القتالية المكثفة لطرد القوات الأوكرانية من الأحياء الرئيسية لمدينة باخموت المحاصرة. وأشار المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إلى مشاركة الطيران التكتيكي والمدفعية في الهجوم على المدينة. بلغت الخسائر الإجمالية للعدو على محور دونتسك خلال 24 ساعة الماضية 300 جندي أوكراني وست مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ومدافع هاوتزر وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع. هذا وأدرج الاتحاد الأوروبي مجموعة فاغنر الروسية ضمن قائمة المنظمات الخاضعة لعقوبات التكتل بسبب مشاركتها الفاعلة في العمليات الروسية في أوكرانيا. وأعلن المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول 27 الأعضاء في التكتل أن هذا الإجراء يرجع إلى ممارسات فاغنر التي تقوض وتعرض الأمن للخطر ووحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها. وأضاف المجلس إلى قائمة عقوبات وسيلة إعلامية روسية تابعة للمجموعة التي يرأسها يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر. قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف إن انضمام بلاده إلى حلف الناتو ضرورة ملحة حاليا لتحقيق الاستقرار في الشرق. وأشار وزير الدفاع الأوكراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب أمين عام حلف الناتو إلى أن الشراكة والتعاون بين الحلف وأوكرانيا هو الضمان الوحيد لصد الهجمات الروسية. نحن بحاجة إلى نظام ضمانات يجعل أي اعتداءات من روسيا مستحيلة. في الوقت الحالي لا يوجد بديل غير انضمامنا إلى حلف شمال الأطلنطي الذي يضم ثلاث دول من منطقة البحر الأسود هي بلغاريا ورومانيا وتركيا. يحتاج الهيكل الأمني للتحالف إلى التوسع إلى الشرق، وقد أثبتت أوكرانيا بالفعل قابليتها للتعاون المتبادل، وقد اتخذت أوكرانيا بالفعل تحركها من خلال التقدم رسمياً للانضمام إلى الناتو. ربطت روسيا موافقتها على تمديد اتفاق تصدير الحبوب بعد 18 من مايو المقبل بقيام الغرب بما وصفته بتذليل العقبات أمام تصدير الأسمدة الروسية. وذكرت الخارجية الروسية أن عدم إحراز تقدم في هذا الشأن سيغلق المجال أمام الحديث عن تمديد الاتفاق، واعتبرت أن مبادرة الحبوب خدمت بشكل حصري الصادرات التجارية الأوكرانية.
وافقت الحكومة الألمانية على طلب بولندا لتسليم 5 طائرات مقاتلة ألمانية قديمة من طراز ميج 29 إلى أوكرانيا. وتضم هذه المجموعة 5 طائرات مقاتلة من مخزون ألمانيا الشرقية القديم كانت أعطتها ألمانيا إلى بولندا. ويشار إلى أن الرئيس البولندي أندري دودا أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لتسليم كييف مستقبلا كامل أسطولها من مقاتلة ميج 29. بحث وزير الخارجية الصيني والروسي خلال اجتماعهما في أوزباكستان تطورات الأوضاع في أوكرانيا. وأكدت الخارجية الصينية أن بكين ستواصل لعب دور بناء لإعادة استئناف المفاوضات السياسية في أوكرانيا، كما أكدت على أن على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ونتحول إلى التوترات بين الصين وتايوان. أجرت الصين مناورات صاروخية بذخيرة الحية في إقليم تشينجيانغ الغربي. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصدها ل4 طائرات و8 سفن صينية خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت أن 1 الطائرات دخلت المنطقة المجاورة للمجال الجوي الدفاعي الجنوبي الغربي لتايوان. وأشارت إلى تكليف طائرات دورية الجوية القتالية والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالرد على هذه الأنشطة الصينية. توترات متزايدة بين الصين والولايات المتحدة، مما جعل تايوان عالقة في لعبة توازنات خطيرة. فالتوقيت بطبيعة الحال ليس مجرد مصادفة، إذ تتصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، ما دفع الأخيرة إلى تسريع دعمها العسكري لتايبي. الكونغرس الأمريكي أكد أن واشنطن بدأت التعجيل بالإفراج عن شحنات أسلحة لتايوان تقدر بنحو 18 مليار دولار. وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس أن من بين الأسلحة 108 صواريخ جافلين و115 صاروخ ستينجر. وأضافت أنه سيتم وضع برنامج تدريب قوي للجيش التايواني للتدريب على استخدام هذه الأسلحة في ميادين القتال. بالتزامن أعلنت بكين حظر الملاحة البحرية والجوية الأحد المقبل في بحر الصين الشرقي، وأرجعت سبب الحظر لاحتمال سقوط حطام صاروخ فضائي في المنطقة. كان الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا القوات المسلحة في بلاده إلى تعزيز التدريب العسكري من أجل قتال فعلي، مشددا على أن بكين ستدافع عن سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية وستسعى للحفاظ على الاستقرار في المناطق المجاورة. وأجرت الصين مؤخرا تدريبات عسكرية استمرت أياما حول تايوان، ردا على اجتماع عقدته رئيسة تايوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في كاليفورنيا، وهو ما أثار حفيظة بكين.
قال رئيس الصيني شي جين بينغ إنه لا يمكن لبلاده أن تتبع مسار الغرب الذي ينضوي على سرقة دول أخرى بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وأضاف خلال الزيارة إلى مقاطعة غوانغدونغ جنوب البلاد أن الصين ستعمل بثبات خطوة بخطوة للمضي قدما في مسارها. وأشار رئيس الصيني إلى أن بلاده لن تتأثر بالغرب الذي يتسم بالاستقطاب ونهب الدول الأخرى بحسب وصفه. أقر مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بدور الصين في حل المشكلات العالمية والإقليمية، وأشار إلى أن أوروبا لا ترى في صعود الصين أمرا مخيفا. وشدد بوريل على ضرورة تجنب التصعيد والتوتر والاستفزاز في ملف تايوان، وأكد في الوقت نفسه على أن تغير وضع الجزيرة بالقوة لن يكون مقبولا. وأضاف مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه سيكون من المفيد أن يتحدث الرئيس الصيني إلى نظيره الأوكرانية. حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنيلينا بيربوك من أن زعزعة الاستقرار في مضيق تايوان سيؤدي إلى نتائج مدمرة للاقتصاد العالمي. وطالبت بيربوك من بكين في مؤتمر صحفي مع نظيرها الصيني بالعمل على حث روسيا على وقف الحرب في أوكرانيا. وقالت إن الدولة الأكثر تأثيرا على روسيا هي الصين من أجل وقف هذه الحرب. أعلنت كوريا الشمالية اختبار صاروخ باليستي جديد عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب يحمل اسم هوا سونغ 18. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار الصاروخ، وأشارت إلى أن هذا الصاروخ سيغير قدرة كوريا الشمالية الاستراتيجية للردع النووي. في خطوة تصاعدية جديدة للأزمة بين الجارتين، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً يعمل بالوقود الصلب، مما يمثل تقدماً تقنياً واستراتيجياً كبيراً لبرنامج بيونغ يانغ للتسلح، في حين أن صواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق تعمل بالوقود السائل. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب تظهر ثباتاً أكبر
وتكون أسرع من ناحية عملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، ما يجعل اكتشافها وتدميرها أصعب. الصاروخ الجديد تم إطلاقه من نفق مجهز تحت الأرض، ما يمكنه من التزود بالوقود بعيدا عن الأنظار. وتتميز الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب بسهولة التخزين والنقل، كما يمكن إطلاقها دون أي تحذير أو وقت للتجهيز، وتهدف إلى تعزيز سرعة عمليات الإطلاق. ومنذ سنوات بدأت بيونغ يانغ العمل على صنع صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب لتطوير ترسانتها لمحاكاة هجوم نووي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي ملف وثائق البنتاغون المسربة، أعلن وزير العدل الأمريكي ماري جارلاند اعتقال المتهم بتسريب وثائق سرية في عملية بولاية ماساتشوستس. وأكد جارلاند توجيه تهمة إفشاء الأسرار للمتهم في قضية الوثائق المسربة، كما أعلن استمرار التحقيقات حول ملف الوثائق المسربة. هذا ويمثل المتهم بتسريب الوثائق الأمريكية جاك تيشيرا اليوم الجمعة أمام محكمة مختصة في بوسطن. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن تيشيرا قد يواجه تهما تصل إلى 10 سنوات، كما أفادت بأن المتهم في تسريب وثائق البنتاغون ستوجه إليه تهم إلحاق الضرر بالولايات المتحدة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لا تتدخل في تحقيقات وزارة العدل بشأن الوثائق المسربة. وخلال مؤتمر صحفي أكد المتحدث باسم البنتاغون التواصل مع جميع الوكالات الفيدرالية لتقدير حجم الضرر. نحن نستمر دائما في تقييم العديد من العوامل المتعلقة طبعا بحماية المعلومات والبيانات السرية، ومن ذلك تحديث القوائم وأين وكيف تتقاسم هذه المعلومات والعديد من الخطوات. ولكن أقول بأنه من المهم أن نفهم بأن لدينا إرشادات توجيهية واستراتيجية لكيفية المحافظة على المعلومات السرية، وطبعا هذا كان عملا متعمدا إجراميا ومنتهكا لتلك الإرشادات. إذن من المهم أن نفهم ذلك، وسنفعل كل ما في وسعنا لنضمن بأن الناس الذين يريدون أن يعلموا فيما يخص هذه المعلومات ويصلون إليها بأنهم دائما سيتعلمون من أي موقف. ولكن مرة أخرى هذا شيء سنستمر في النظر فيه. وفي شأن آخر، أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في منهاتن سبتمبر الماضي ضد ترامب وأبنائه الثلاثة، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية. رفع ترامب دعوى أيضا على جيمس بعد أن تقدمت بتلك الدعوى. لا تزال التهم تطارد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي وصل إلى منهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس. المدعية العامة رفعت دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في منهاتن سبتمبر الماضي ضد ترامب وأبنائه الثلاثة، تتهمهم فيها بالتلاعب بقيمة ممتلكات عقارية للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية. بعد تحقيق استمر 3 سنوات، الدعوى التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار تتعلق بخطة مزعومة تمتد عقدا من الزمان للتلاعب أكثر من 200 من تقييم الأصول وصافي ثروة ترامب. وفي مارس طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى 6 أشهر، أملا أن تتيح له تلك الفترة الوقت اللازم لمراجعة كم المعلومات والأوراق والوثائق الهائلة والاستماع لعشرات الشهود. يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق اتهم في دفع رشوة مالية إلى نجمة عام 2016 قدرها 100,000 دولار في التحقيق الجنائي الذي أجراه المدعي العام في منهاتن 2000، والتي تم تبرئته منها، وحصل من الممثلة على 122,000 دولار أتعاب محاماة للتشهير به.
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن لاتفيا أصبحت شريكاً مهماً لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة. وقال أوستن إن لاتفيا والولايات المتحدة أجريتا مناقشات مثمرة ضمن مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية واجتماع وزراء دفاع الناتو في فبراير الماضي. وأضاف أن الوقت الحالي يعد حيوياً بالنسبة لأمن أوروبا. جاء ذلك خلال حفل استقبال وزارة الدفاع الأمريكية لوزيرة دفاع لاتفيا إنارا مورنيكي. ينعقد المؤتمر السنوي 18 لحلف الناتو بشأن الحد من انتشار الأسلحة ونزع السلاح وأسلحة الدمار الشامل في الفترة من 17 حتى 20 من أبريل في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان سيلقيان كلمة في الجلسة الافتتاحية، ويتم استضافة المؤتمر السنوي 18 للمرة الأولى في أمريكا الشمالية، ويضم ما يقرب من 175 مشاركا من أكثر من 50 من حلفاء الناتو والمدعوين والشركاء والمنظمات الدولية. هنا القاهرة عاصمة الخبر، النشرة فيها مستمرة وبعد قليل. أمطار غزيرة تجتاح فلوريدا والسلطات تعلن إغلاق الطرق والمطارات والمدارس. أهلا بكم من جديد. تستضيف السعودية اجتماعا لتبادل وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ويعقد اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة، وتشارك فيه أيضا مصر والعراق والأردن. قالت الخارجية المصرية إن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة في مواجهة التحديات. عقد نائب رئيس مجلس السيادة في الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دجلو اجتماعا مشتركا عبر الهاتف مع المبعوثين الدوليين للسودان من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج. بحث الاجتماع التطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والجهود المبذولة لاستكمال العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية مدنية. أكد دجلو التزام مجلس السيادة الانتقالي بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الإطاري. من جانبهم عبر المبعوثون الدوليون عن دعمهم ومساندتهم للاتفاق الإطاري الذي وقع في 5 ديسمبر الماضي للخروج من الأزمة بوصفه الأساس لتشكيل حكومة مدنية مقبلة في البلاد. أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب حتى مساء الأحد المقبل. ذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية أن إسرائيل قررت إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت بناء على توجيه أمني. ونتحول إلى تطورات الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.
يصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم رأيه النهائي حول نص قانون التقاعد، ومن المقرر أن يعلن المجلس ما إذا كان هذا الإصلاح يتوافق مع القانون الأساسي الفرنسي، إضافة إلى إبداء الرأي في طلب المعارضة اليسارية بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد. يتنعقد الاجتماع المجلس بعد يوم من مظاهرات جديدة في أنحاء فرنسا احتجاجا على تعديل القانون. في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارد مانان بمنع أي مظاهرات أو احتجاجات في محيط ومقر المجلس الدستوري قبل إعلان المجلس اليوم نتيجة تعديل قانون التقاعد الفرنسي. جاء قرار وزير الداخلية بعدما قام بعض المحتجين بغلق مدخل المجلس بالعديد من صناديق النفايات. كانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومحتجين على إقرار قانون التقاعد، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. في العراق، تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة ديالى في انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق المحافظة. حصرت السيول المنطقة عبر الحدود الإيرانية 6 قرى حدودية شرقية المحافظة وعزلتها. كما أسفرت الأمطار أيضا عن تهدم 15 منزلا في شرقي محافظة صلاح الدين. سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية أكبر نسبة هطول أمطار منذ 1000 عام. أغرقت الأمطار الغزيرة غالبية أنحاء مدينة ميامي الكبرى بالولاية، مما أدى إلى إغلاق المطار وبعض المؤسسات العامة والمدارس. كما تسببت كثافة المياه في إغلاق الطرق الرئيسية بعد أن حصرت المياه السيارات في مناطق عدة وأحدثت ازدحامات مرورية. أمطار غزيرة غمرت جنوب شرق ولاية فلوريدا الأمريكية تزامنا مع فيضانات واسعة النطاق عطلت حركة النقل برا وجوا. هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في فلوريدا قالت إن التقارير الأولية أظهرت أن ارتفاع الأمطار بلغ نحو 70 سنتيمترا في منطقة فورت لودريدال، ما يجعل هذه الأمطار أكثر غزارة منذ نحو 1000 عام تقريبا. وفي تداعيات هذه الأمطار، تعرض نحو 2 مليون شخص في مقاطعة بروورد للتحذير من فيضانات، فيما تعرضت أجزاء من الساحل الأطلسي في فلوريدا شمال مدينة ميامي لأمطار غزيرة تجاوزت 50 سنتيمترا. هذه الأوضاع أدت إلى انقطاع السبل بعشرات الآلاف من المواطنين الذي تم إنقاذهم ونقلهم إلى وجهاتهم عبر القوارب الصغيرة. كما تم تعطيل المدارس وإغلاق مطار فورت لودريدل هوليود الدولي بعد أن أغرقت المياه جميع مدارجه، وبالتبعية تم إلغاء ما يقرب من 400 رحلة طيران داخلية وخارجية. بينما أعلنت الطوارئ في مدينة ميامي مع توقع هطول مزيد من الأمطار، ويشير خبراء إلى أن تواتر وشدة مثل هذه العواصف وسط نوبات الجفاف الطويلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعد أحد أعراض التغيرات المناخية التي تهدد كوكب الأرض، ما لم يتكاتف المجتمع الدولي بأسره لمواجهة هذه الظاهرة.
تستعد المنطقة الشمالية الغربية في أستراليا لأقوى إعصار استوائي في المنطقة منذ أكثر من عقد. وأوضحت الأرصاد الجوية الأسترالية أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلسا إلى اليابسة مع رياح تصل سرعتها إلى 315 كيلومترا في الساعة. هذا وتم ترقية إلسا الذي يقع على بعد حوالي 155 كيلومترا من الساحل الأسترالي في المحيط الهندي إلى مستوى عاصفة من الفئة الخامسة، مما يعد أعلى تصنيف. أعلن مالك شركة تويتر إيلون ماسك اليوم أن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمقدورهم أن يقدموا لمتابعيهم محتوى مقابل اشتراكات. قال ماسك إن هذه الخدمة المدفوعة تسمح بنشر محتوى نصوص طويلة ومقاطع فيديو تصل مدتها لساعات، وسيحصل المستخدمون المتمتعون بهذه الميزة التي تمكنهم أو يمكنهم تفعيلها من خلال الإعدادات على كل الأموال التي يدفعها المشتركون، فيما عدا الرسوم التي يستقطعها نظامي أندرويد وآي أو إس. ولن يحصل تويتر على نسبة من العائدات في الشهور الاثني عشر الأولى. في الاقتصاد، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد ابن سلمان عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية أمام المستثمرين بهدف تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، وبما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة. وأكد ولي العهد السعودي أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي. وأكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة لتوفير تجربة استثمارية استثنائية وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. حذر صندوق النقد والبنك الدوليين من هبوط حاد للاقتصاد العالمي في حال استمرار التضخم خلال اجتماعه الأخير، فيما ارتفعت معدلات التضخم بالولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم ليصل إلى 5%، وهو أعلى بكثير من المستهدفات الخاصة بالحكومة. المزيد حول احتمالات مواجهة العالم لأزمة مالية في هذا التقرير. ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم أصبح الشغل الشاغل لصناع القرار حول العالم، بل هو حديث الناس اليومي حتى ما بين الغرباء. بالطبع هناك زيادة في الأسعار هذا العام والكل يشهد بذلك، بداية من أسعار مواد البقالة وأسعار الوقود وصولا إلى كافة الاحتياجات الأساسية، ويكافح الجميع لشراء المنتجات الأقل سعراً. نعم، بالطبع أحاول خفض النفقات وأحاول إيجاد أفضل العروض والخصومات في المتاجر أو على الإنترنت، ولكن أحاول ألا أستخدم كارت المشتريات كثيراً إلا في حال نظام الكاش باك أو تجميع النقاط. أعتقد أن السبب الرئيسي هو مشكلة سلاسل الإمداد والقيود ذات الصلة بها، وأنا سعيد أن أرى تحسناً هائلاً، حيث كانت نسبة التضخم في العام الماضي 9%، أما في هذا العام فانخفضت إلى 5%، وبالتالي أعتقد أن النسبة ستنخفض في العام القادم إلى 2 أو 2.5%. وهنا في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بلغ معدل التضخم 5%، وهو أعلى بكثير من المستهدفات. وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذر الصندوق من هبوط حاد للاقتصاد العالمي في حال استمرار التضخم. وتلجأ عادة البنوك المركزية في العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. هذا الإجراء يدفع الناس لوضع أموالهم في البنوك طمعاً في الحصول على عوائد أكبر من البنوك، وبالتالي يقللون الشراء. هذا يقلل بدوره الطلب على المنتجات فتقل الأسعار. هذا ما
من الناحية النظرية، لكن التحكم في السياسة النقدية لن يكون كافياً بدون تجديد السياسة المالية أيضاً. ينبغي للسياسة المالية أن تساهم مع السياسة النقدية في إعادة التضخم للمستويات المستهدفة. التوازن بين السياسة المالية والنقدية يسهم في إبطاء الطلب، وبالتالي يقلل الحاجة إلى زيادة معدلات الفائدة. ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي، من المتوقع أن تنمو اقتصادات المنطقة بوتيرة أبطأ في العام الحالي لتصل إلى 3% مقارنة ب 5.18% العام الماضي، ويفاقم تضخم أسعار الغذاء من حجم المشكلة بالذات على الأسر الأشد فقراً. دينا سالم، القاهرة الإخبارية، واشنطن. فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق النمو كما كان متوقعا في فبراير الماضي، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير، وعدد المكتب معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 4% من التقدير السابق عند 3%، مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول من 2023. تباطأ معدل التضخم في ألمانيا إلى 7.4% في مارس الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع 8.7% في فبراير الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ 7 أشهر. جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 7.4%، لكنها ظلت أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وتراجعت أسعار الطاقة بقوة من 19.1% في فبراير لتصل إلى 3.5% في مارس الماضي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع في مارس بنسبة 22.3% مقارنة مع 21.8% في الشهر السابق. ارتفعت مشتريات الولايات المتحدة من آلات صناعة الرقائق الإلكترونية الخاصة بالحاسب الآلي من تايوان إلى حجم قياسي في مارس الماضي، فيما تعمل إدارة بايدن على تعزيز قطاع أشباه المواصلات المحلية. وتعتبر تايوان المركز العالمي للابتكار في صناعة رقائق السيليكون، وشهدت صادراتها إلى الولايات المتحدة من آلات صناعة أشباه المواصلات نموا بنسبة 42.6% في مارس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووصلت إلى مستوى مرتفع جديد فوق 71 مليون دولار. قفز حجم النفط الخام المنقول بحرا إلى أعلى مستويات منذ عام 2020 في أحدث إثبات على إبحار الخام الروسي مسافات أطول إلى مشترين جدد. وارتفع حجم النفط الخام المبحر إلى وجهة محددة أو مخزن على ناقلات في عرض البحر إلى 1.270 مليون برميل الأسبوع الماضي. وارتفع النفط في الماء بنحو 230 مليون برميل منذ أغسطس الماضي، إذ حولت موسكو الإمدادات إلى مشترين في مناطق أبعد، خاصة الهند والصين، فيما اضطرت أوروبا إلى سحب المزيد من الخام من أماكن أخرى. أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تقرير شهري الذي تضمن الإبقاء على توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 2.6% للعام الجاري، إضافة للإبقاء على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.3 مليون برميل يوميا في 2023. وأبقت أوبك في تقريرها الشهري على توقعاتها بأن يبلغ الطلب على النفط عند 29.3 مليون برميل يومي. أما بالنسبة للإمدادات الخارجية، فأبقت أوبك توقعاتها لنمو إمدادات من خارج أوبك عند 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام.
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية التي تديرها الدولة نافتوغاز أوكرانيا فوزها في قضية تحكيم ضد روسيا في قرار سيرغم موسكو على دفع 5 مليارات دولار أو المخاطرة بمصادرة أصول في الخارج. وذكرت الشركة أن على روسيا دفع إجمالي الخسائر الناتجة عن مصادرة أصولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لها في 2014، واستندت إلى حكم قضائي أصدرته المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في 12 من إبريل الجاري. الرياضة، أعلن نادي النصر السعودي فسح عقد مدربي الفرنسي رودي غارسيا. كان الفريق الملقب بالعالمي قد تعثر بالتعادل السلبي أمام الفيحاء في الجولة الماضية ليتأخر بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة متصدر البطولة. وعلى مدار 23 جولة حقق النصر 16 فوزا مقابل 5 تعادلات والخسارة في مباراتين. تغلب الزمالك المصري على حرس الحدود ب3 أهداف دون رد في الدوري المصري. ففي المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع 25 على ملعب الكلية الحربية، تقدم الأبيض بهدف ناصر منسي في الدقيقة 14، ثم أضاف الزميل حسام عبد المجيد الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، فيما اختتم البديل أحمد بالحاج الثلاثية في الدقيقة 91. بذلك رفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، أما حرس الحدود فواصل تذيل الترتيب برصيد 16 نقطة. أكبر إشبيلية مضيفه مانشستر يونايتد على التعادل بهدفين لكل منهما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي. فعلى ملعب أولد ترافورد أكرم أصحاب الأرض وفادة ضيفهم بهدفين متتاليين بتوقيع مارسيل سابتيزر في الدقيقتين 14 و21، لأن الفريق الأندلسي قلب الطاولة بهدفين دونهما أو دونهما ثريل مالاسيا ويوسف النصيري لاعب يونايتد بالخطأ في مرماهم في الدقيقة 84 و90. سجل فينورد الهولندي فوزا غاليا على ضيف روما بهدف للا شيء. التعادل السلبي ظل سيد الموقف حتى الدقيقة 53، شهد التدوين ماتس بيفر هدف فوز أصحاب الأرض. من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الخميس المقبل على الملعب الأولمبي في روما. يلاقي لاسيو مضيف سبيزيا ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي. كان الضيوف قد سجلوا انتصارا غاليا على يوفنتوس في الجولة الماضية، أمن لهم التمسك بوصافة الترتيب. سعيا للإبقاء على آماله الضعيفة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي، يحل لاتسيو ضيفا ثقيلا على سبيزيا على ملعب البورتوريكو ضمن منافسات الأسبوع 30. وأصبح طموح الفريق ينحصر في إحكام قبضته على المركز الثاني في ترتيب المسابقة وتعزيز آماله في الصعود لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويدخل الفريق الموقعة منتشياً بتعزيز موقعه في الوصافة بفوزه الصعب على ضيفه وغريمه يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، ويقدم فريق المدرب ماوريسيو ساري مستويات رائعة في الفترة الحالية، حيث حقق 6 انتصارات خلال مبارياته 7 الأخيرة بالمسابقة قبل الصدام بمحاولات سبيزيا للعودة إلى نغمة الفوز التي فقدها في المراحل 3 الماضية. ومنذ انطلاق الموسم خاض لاتسيو 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 جولة وتعادل في 7، فيما تلقى الخسارة في 5 مباريات مسجلاً 46 هدفاً بينما تلقت شباكه 20 هدفاً. يشار إلى أن آخر خسارة في الكالتشيو تعرض لها الفريق كانت في 11 فبراير عندما سقط أمام أتلانتا بهدفين مقابل لا شيء في الأسبوع 22.
يستضيف في تولوز فريق ليون في الأسبوع 31 من الدوري الفرنسي. يأمل الضيوف في إنهاء الموسم بأحد المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. يحل ليون ضيفاً على تولوز في الأسبوع 31 من الدوري الفرنسي، أملاً في الاقتراب خطوة من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل. الضيوف يبدأون اللقاء سعياً لتحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري، بعدما سجلوا فوزاً غالياً على الغريم والمتصدر باريس سان جيرمان بهدف للا شيء، أعقبها فوز آخر على رين بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويمتلك الفريق في جعبته 47 نقطة أمنت لهم احتلال المركز السابع في جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن المرتبة الخامسة، وهي آخر المراكز المؤهلة لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، وبفارق 14 نقطة كاملة عن المركز الثالث المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا. ومنذ انطلاق الموسم خاض الفريق 30 لقاءً، حيث سجل الانتصار في 13 جولة وتعادل في 8، مقابل السقوط في 9 مباريات كانت كفيلة بانتهاء آماله في المنافسة على لقب المسابقة. وكان الفريق قد تلقى صدمة منذ أيام بالفشل في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس فرنسا بعد السقوط أمام نانت بهدف للا شيء في مباراة المربع الذهبي. عاقب بايرن ميونخ نجمه السنغالي ساديو ماني بالاستبعاد من قائمة مباراة هوفنهايم في الدوري الألماني. معاقبة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما من قبل النادي البافاري جاء بسبب شجار مع زميله في الفريق ليروي ساني خلال الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. ومنذ انتقاله للفريق في الميركاتو الصيف الماضي قادما من ليفربول عانى ماني بسبب الغياب لفترة طويلة من الإصابة. توفي السائق الأيرلندي كريغ براين إثر تعرضه لحادث أثناء خوضه تجارب تحضير لمنافسات رالي كرواتيا. تعرض براين للحادث خلال الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات المقرر إقامتها من 20 وحتى 23 من أبريل الجاري. بات براين أول سائق راليات يلقى حتفه داخل سيارة رالي منذ البرتغالي أوغوستو مينديش الذي توفي خلال رالي البرتغال عام 1989. وفي أخبارنا المنوعة، يوافق يوم 13 من أبريل الذكرى السنوية 75 لاختراع لعبة سكرابل الشهيرة. واحتفالا بهذه المناسبة التي تصادف تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ابتكر صانع القبعات جاستون سميث تاجا مصنوعا من لعبة سكرابل ومستوحى من تاج القديس إدوارد الذي استخدم لتتويج الملوك المتعاقبين في المملكة المتحدة. احتفلت أقدم غوريلا في العالم بعيد ميلادها 66 في حديقة حيوان برلين، مستمتعة بأكل التوت والفواكه الطازجة وباقة من السلطة والأعشاب. ونظرا لسن فاتو القياسي وتجاوزها متوسط عمر الغوريلا الذي يصل إلى 40 عاما بأكثر من عقدين، فإنها تحتاج إلى مزيد من الرعاية، لذلك يتكون النظام الغذائي لها عادة من الخضروات نظرا لارتفاع كمية السكر في الفاكهة. إذن عيد ميلاد سعيد لفاتو. ختم هذه النشرة ونذكركم بأهم ما عرضنا. كييف تتحدث عن شن القوات الروسية 500 قصف و50 عملية اقتحام يوميا في باخموت. الصين تجري مناورات صاروخية في إقليم تشينجيانغ الغربية. وكوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا جديدا يعمل بالوقود الصلب. ختام جولة الأخبار، وللمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.net. كذلك بإمكانكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 رأسي. ويمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال آب ستور أو جوجل بلاي أو كيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.